حاكم الشارقة يستقبل رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي ويطلع على الإنجازات والخطط المستقبلية. كذلك حاكم الشارقة يستقبل رئيسة الجامعة الأمريكية في القاهرة ويطلع على برامج قسم سلطان القاسمي للتاريخ. نائب رئيس الدولة يشهد حفل تخريج الدورة 39 من مرشحي كلية زايد الثاني العسكرية. متابعينا الكرام أينما كنتم، أنا عايدة طاهر أحييكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام وأقدم لكم أخبار الدار، حياكم الله. صباح اليوم وفي مكتب سمو الحاكم بمدينة الشارقة استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة استقبل سعادة حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، والدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أمين عام الجائزة. وطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الإنجازات التي حققتها جائزة الشارقة للعمل التطوعي والجوانب التنظيمية لها والخطط المستقبلية لتوجهات الجائزة، اعتمادا على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تركز على تشجيع كافة فئات المجتمع والمؤسسات التطوعية للمشاركة في العمل التطوعي وتسخير الإمكانات لتحويل العمل التطوعي لعمل مؤسسي يرسخ في المجتمع مفهوم ثقافة العمل التطوعي. واستعرض سعادة حميد محمد القطامي خلال اللقاء ترتيبات الجائزة للاحتفال بدورتها 12، حيث من المتوقع أن يكون الاحتفال الرسمي في بداية مارس 2015. هذا وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء جهود القائمين على جائزة الشارقة للعمل التطوعي، مشيدا سموه بالأسماء المطروحة والمختارة ضمن فئة المكرمين الذين ساهموا في دعم الأنشطة التطوعية والفعاليات المجتمعية. ووافق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على المباشرة في إنشاء مبنى مكون من 3 طوابق في منطقة مويلح على أن يكون مشروعا استثماريا تخصص عائداته لخدمة أعمال جائزة الشارقة للعمل التطوعي، ويعتبر المبنى الثاني المخصص لأنشطة وأعمال الجائزة. كذلك استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مكتب سموه قبل ظهر اليوم، استقبل فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالسفير متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله في توطيد وتقوية أواصر الصداقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. وعلى الصعيد الأكاديمي استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتورة ليسا أندرسون رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك مع رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقدمت الدكتورة ليسا أندرسون نبذة على الإنجازات التي حققتها الجامعة وخططها المستقبلية على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي والبرامج العلمية والتخصصات المطروحة في الجامعة. واطلع سموه خلال اللقاء على أنشطة وبرامج قسم سلطان القاسمي للتاريخ بالجامعة الأمريكية المعني بمجالات الأبحاث والدراسات التاريخية، بالإضافة إلى فعاليات رواق الشارقة للفنون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وإسهاماته في نشر الثقافة والتواصل الفني العربي. وتطرق اللقاء إلى بحث أوجه التعاون بين الشارقة والجامعة في المجالات العلمية والبحث العلمي.
ومن جانبها أشادت الدكتورة ليسا أندرسون رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجهود الكبيرة المبذولة من إمارة الشارقة في خدمة التعليم والبحث العلمي والارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارة وفي العالم العربي أجمع، مستشهدة بما قدمته الشارقة للعالم أجمع من مشاريع علمية وثقافية كبيرة وإنشائها للعديد من الصروح العلمية والجامعات المرموقة والتي ساهمت في نشر العلم والثقافة في ربوع الوطن العربي. رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم حفل تخريج الدورة 39 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين. بوصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المنصة الرئيسية للاحتفال، أدى الخريجون من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية النشيد الوطني لدولة الإمارات، ثم قام صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالتفتيش على طابور الخريجين يرافقه سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. ومر الخريجون أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري عكس مهارتهم العسكرية والتدريبية. ومن خلال القسم عاهد المرشحون الضباط الله تعالى ثم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والقيادة الرشيدة أن يكونوا جاهزين ومستعدين للدفاع عن أمن واستقرار الوطن والذود عن حياضه واستقلاله ومكتسباته الوطنية. ذلك كلمة لقائد الكلية العميد الركن يحيى بن خادم بوعميم قدم خلالها شرحا حول البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية التي تدرسها الكلية لمنتسبيها. بعد ذلك قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بتوزيع الجوائز على المتفوقين الثمانية في الدورة، ثم تمت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة 39 إلى الدورة 40 مع أداء القسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعا عاليا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على هذا العلم مرفوعا عاليا. الله بشر. وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة للخريجين على مثابرتهم طوال مدة دراستهم في كلية زايد الثاني العسكرية التي وصفها سموه بمصنع الرجال، وحث سموه أبنائه الخريجين على مواصلة الدرب نحو المجد والتفوق وخدمة وطنهم والحفاظ على مكتسباته الحضارية والدفاع عن أمن واستقرار شعبهم بكل كفاءة وجهوزية. عملكم الوطني ونحن فخورين فيكم وموفقين، شدوا حيلكم. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري اليوم سعادة مجدي عابد القنصل العام لجمهورية فرنسا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهامه كقنصل عام لبلاده لدى الدولة. وتمنى صاحب السمو حاكم عجمان للقنصل طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدا أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهام عمله. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها. ضمن الحملة التوعوية البيئية الثامنة لمرتادي المناطق البرية في الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم المسرحية الغنائية التوعوية شكرا لكن اتركنا على مسرح قصر الثقافة بالشارقة. شكرا لكن اتركنا هو عنوان المسرحية الغنائية التوعوية التثقيفية التي تأتي مجسدة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من مخاطر اقتناء الحيوانات البرية المفترسة التي تشكل خطرا يهدد حياة وسلامة القاطنين في المناطق السكنية، والذي بموجبه تم استصدار قرار إداري بشأن حظر حيازات الحيوانات الخطرة والمفترسة.
خرج هذا العرض الجميل توعية للناس عن مخاطر حيازة هذه الحيوانات، وأيضا توجيهات سمو الحاكم بمنع هذه الكائنات الحية والحيوانات المفترسة من التواجد أو اقتنائها في المنازل. الشراكة والتعاون يتجدد بين هيئة البيئة والمحميات الطبيعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة لتكون الرسالة موجهة من خلال المسرح الذي يحمل على عاتقه مسؤولية التوجيه الاجتماعي. كان لابد من نحن يعني نجدد هذا التعاون، فصغت العمل المسرحي، ومن ثم بعدين طبعا اشتمل على عدد من الأغاني اللي من خلالها نجذب الجمهور وخاصة جمهور الأطفال أو الأجيال الجديدة للعمل المسرحي. 36 ممثلا معظمهم لم يخوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح من قبل، وبالرغم من ذلك تألقوا بشكل لافت. 90% لأول مرة يقفون على خشبة المسرح، لأول مرة يؤدون هذه الحركات وهذا الانفعال ويصلون إلى هاي المراحل المتقدمة من الأداء. الحمد لله وشكر الله وفقنا باستجابة الجمهور إلنا. دوري في المسرحية الكروان، أنا استفدت من المسرحية أنه مر بهاي الحيوانات، لأنه هاي الحيوانات تحتاج أنه تعيش في بيئتها، وإحنا يعني ما يصير ننظرها لأنه الله خلقها عشان تعيش في بيئتها. يشار إلى أن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تتخذ من المسرح وخشبته قالبا لها تعد مرتكزا هاما لإيصال رسائل توعوية من خلال أسلوب فني غير تقليدي، الهدف منه هو أن ترسخ الأفكار الإيجابية في أذهان الطلبة ليكونوا قادرين على إيصالها لأفراد مجتمعهم. هذا وتجول عروض المسرحية أرجاء الإمارة لتختتم بالمنطقة الشرقية في 19 من فبراير المقبل. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفاصل. إلى جانب استقطابه أكبر سفينة سياحية في العالم، ساحل خرفكان يستعد لاحتضان كرنفال مسرحي كبير. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. إذن أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها برنامج الخصومات وفر للأفراد العاملين والمتقاعدين بحكومة الشارقة، وذلك بانضمام 30 شركة جديدة إلى البرنامج. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه سعادة طارق بن سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، مؤكدا النجاح الذي حققه البرنامج من خلال التزايد المستمر في أعداد الجهات المشاركة فيه. بدوره أوضح الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس لجنة خصومات موظفي حكومة الشارقة وفر بأن البرنامج بدأ ب50 شركة ووصل إلى أكثر من 180 شركة ومؤسسة مشاركة خلال عامين من عمره. وصاحب المؤتمر معرض للتعريف بالجهات المشاركة في البرنامج ونوعية الخدمات والمنتجات ونسب الخصم المقدمة في كافة القطاعات الخدمية والتجارية. بحضور سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، أعلنت إدارة المسرح عن إطلاق كرنفال خرفكان المسرحي في دورته الثانية. هذا الكرنفال الذي يحمل في جعبته في هذه الدورة العديد من الفعاليات والمشاركات المميزة لممثلي المسرح والدراما المحلية. تعزيزا لقيم المسرح الاجتماعية والثقافية، أعلنت إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة عن برنامج يجسد مشروع المسرح التفاعلي تحت عنوان كرنفال خرفكان المسرحي في دورته الثانية. وخلال مؤتمر صحفي كشفت دائرة الثقافة والإعلام عن مشاركة نجوم المسرح وممثلي الدراما المحلية في الكرنفال. هذه الاحتفالية الثقافية المميزة التي تعتبر الأولى من نوعها في إمارة الشارقة، متضمنة هذه المرة الكثير من الفرق والمجموعات الفنية، إضافة إلى مؤدين وحكائين شعبيين وفرق الفنون الشعبية وطائفة من البرامج النموذجية. تظاهرة جديدة قدمت في العام الماضي، وفي هذه الدورة نحن نواصل هذا التوجه بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى. لا شك أن هذا النوع من الأعمال المسرحية تجذب الجمهور، وبالتالي هي
فرصة للتواصل ما بين الجمهور. هذه المناسبة الثقافية والاجتماعية والسياحية تأتي لتبرز أيضا جماليات المدينة الساحلية، حيث ستجرى فعاليات الكرنفالي في الامتداد الواسع لكورنيش خرفكان، استثمارا للجماليات المتنوعة للطبيعة الخلابة. كما سوف تتحرك أنشطة الكرنفال المتنوعة في رحلة استعراضية تعكس شتى الفعاليات الجديدة التي سوف يشهدها جمهور الكرنفال هذا العام. مسرح النجوم هو عبارة عن مسابقات ارتجالية بين نجوم المسرح حول موضوعات اجتماعية يتم التصويت فيها مباشرة من قبل الجمهور. إدارة المسرح تبذل جهودها الكبيرة في سبيل أن تكون الثقافة هي أداة التغيير والبناء التي تنهض بها الأمم، وذلك من خلال إتاحة الفرصة التي تتداخل من خلالها مع إيقاع المواطن الإماراتي فتلبي حاجته الروحية ورغبته في تطوير ذائقته وتنمية وعيه في المجال الثقافي والفني. المؤتمر الصحفي الخاص اليوم بإطلاق الكرنفال يكلل وجوده هنا للمرة الثانية في المنطقة الشرقية، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع بأهمية المسرح ودوره الكبير في تحقيق التنوع الثقافي والفني في المنطقة. لأخبار الدار هناء الظهوري، مدينة خرفكان. وللحديث بشكل أوسع حول كرنفال خرفكان المسرحي ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد برحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام. أهلا بك سيد أحمد، يعني بداية أطلعنا على أهداف هذا الكرنفال المسرحي الذي سوف ينطلق إن شاء الله يوم الجمعة. بداية أنا مسي عليك ومسي على المشاهدين والمستمعين. بالنسبة لكرنفال خرفكان طبعا في دورته الثانية يأتي تتويجا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بضرورة إيصال الثقافة المسرحية إلى جموع الجماهير. طبعا يبدأ هذا المهرجان أو الكرنفال بمسيرة استعراضية كبيرة جدا يشارك فيها العديد من الفعاليات والجماهير، وأيضا هناك العديد من النجوم. تبدأ هذه المسرحية المسيرة الراجلة بالوجود الخيالة وأيضا الشاحنات التي يعتليها الممثلون والراقصين، فبالتالي هناك مسيرة احتفالية كبيرة جدا، ومن ثم بعد أن تطوف شوارع كورنيش خرفكان تنطلق هذه الجموع إلى شاطئ خرفكان من أجل تقديم العروض الفنية والمسرحية. هناك ثلاثة مسارح تقدم عليها العروض المسرحية، العديد من المسرحيات تقدم للأطفال وأيضا للكبار، مسرحيات تشارك فيها أيضا نجوم كبار من نجوم المسرح والدراما التلفزيونية يشاركون في هذه الاحتفالية. أيضا هناك جائزة كبرى واحتفالية أيضا من خلال جائزة عروس الكرنفال، هذه الجائزة المبتكرة لهذه الدورة يقدم فيها مسابقة ما بين المشاركات في هذه المسابقة وتقديمهم على عرض المسرحي، وتقدم إلى الآن تقريبا في حدود 200 متنافسة على هذه الجائزة. أيضا هناك فنون شعبية وأيضا مراقصين، وتنطلق هذه المسيرات وهذه العروض الثقافية على هذا الميدان. لا شك أن وجود الطقس هذا الجميل وهذا المكان العبقري على شاطئ خرفكان يعطي جمالية جدا. بالتأكيد هذه فرصة يعني بالنسبة للزوار أو زوار هذه العروض. بالنسبة سيد أحمد للتوقيت، توقيت هذه العروض المسرحية وتوقيت الكرنفال تحديدا، وكيف سيتم الإعلان عن هذه العروض؟ طبعا اللي هي العروض كلها لمدة يوم واحد فقط، تبدأ من بعد عصر يوم الجمعة وتنتهي إلى ما بعد منتصف الليل. هناك العروض تقدم على ثلاث مسارح، مسرح يقدم مسرحية الأطفال، ومسرح آخر يقدم مسرحية الكبار، ومسرح آخر يقدم عروض مسرحية، إضافة إلى مسابقات الارتجال التي ستكون ما بين الفنانين إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. السيد أحمد برحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. ونبقى في عروس الساحل الشرقي، حيث استقبل ميناء خرفكان اليوم السفينة كوين ماري 2، أكبر سفينة سياحية في العالم والقادمة من مدينة العقبة الأردنية، في زيارة تعكس مكانة مدينة خرفكان كوجهة سياحية متميزة على المستوى الدولي.
في أول رحلة سياحية لها إلى ميناء عروس الساحل الشرقي بإمارة الشارقة، ها هي الباخرة البريطانية كوين ماري 2 تصل إلى ميناء خرفكان، حيث تعد أقدم وأكبر سفينة سياحية في العالم والأغلى بتكلفة تبلغ 3,200,000,000 درهم. وجودهم يكون عندنا تخلص الإجراءات، عندهم إجراءات الجمركية اللي هي الإجراءات الجوازات خروجهم دخولهم، طبعا اسمها تشوفين الإصطافات كلها موجودة، يطلعون فيها اللي يتفرجون على المناطق الشرقية كلها، عندك من اللي هي المحميات في كلبة ولغاية تقريبا دبا، وحاليا في بعضهم يكون الطاقم والأسلوب ماله يكون موجودين في منطقة خرفكان. على رصيف الميناء كان في استقبال السفينة عرض من الموروث الشعبي الإماراتي ترحيبا بركابها الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم ليتوجهوا بعدها إلى جولة سياحية بين ربوع مدينة خرفكان وإمارة الفجيرة للتعرف للمناطق الأثرية والسياحية فيهما. أنا من المملكة المتحدة وكان لدي الشغف لزيارة الإمارات، وما رأيته هنا من حفاوة في الاستقبال ومعالم سياحية يدفعني للقدوم مرة أخرى. لقد كنت في الإمارات من قبل لكني لم أحظى بزيارة خرفكان، ولحسن حظي أنني زرتها من خلال هذه الرحلة، فكل شيء جميل. الناس هنا ودودون للغاية والجو أكثر من رائع، لم أتوقع أن تكون الشارقة بهذه الروعة. هذا وتجول وفد من مديري ورؤساء دائرة الموانئ البحرية والجمارك بخرفكان وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في أرجاء السفينة البريطانية كوين ماري 2، واطلعوا على أبرز أقسامها، كما قدموا لقبطان السفينة درعا تذكاريا. مع رسو أقدم سفينة بريطانية على ميناء خرفكان تؤكد الشارقة مكانتها كوجهة سياحية مميزة. لأخبار الدار ريم عيسى من مدينة خرفكان. ونصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما يتداوله المجتمع من أخبار وصور تنقلها الزميلة منى مرزوقي. تفضلي منى. شكرا عايدة. جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي مع أبرز المشاركات التي اخترناها لكم، نبدأها من تويتر ومع حساب الشارقة للأخبار ومن اقتصادية الشارقة. إعفاء رخص اعتماد من غرامات تأخير التجديد يستمر حتى 31 من مارس الجاري. وفي التغريدة التالية من حساب هيئة سياحة الشارقة وفيها تشارك سياحة الشارقة للمرة الرابعة على التوالي بمعرض فيتور 2015 الذي يقام في مدريد خلال الفترة من 28 إلى 1 فبراير. وبالانتقال إلى موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، وفيه اخترنا لكم صورة من حساب وزارة البيئة والمياه. وزارة البيئة والمياه تبدأ عام الابتكار بجائزة ساميت العالمية كأفضل موقع إلكتروني حكومي متميز في الابتكار. وصورة أخرى اخترناها لكم من حساب إدارة مراكز الأطفال، وفيها مراكز الأطفال تطلق برنامج عبقري الرياضيات في الشارقة والذي يستمر حتى 26 فبراير بمركز الطفل في الرقة. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، إليكم هذا الخبر. الوطني الاتحادي: مجلس الوزراء يرفض توصية برفع سقف معيار راتب المستفيد من منحة زايد للإسكان إلى 20,000 درهم نظراً لسياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين. مشاهدينا ومستمعينا، هذا كل ما لدينا لفقرة اليوم، وبقي أن نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميلة عايدة. شكرا منى. إذن وبفقرة التواصل الاجتماعي نختتم أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، وإليكم التذكير بأبرز العناوين. حاكم الشارقة يستقبل رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي ويطلع على الإنجازات والخطط المستقبلية. كذلك حاكم الشارقة يستقبل رئيسة الجامعة الأمريكية في القاهرة ويطلع على برامج قسم سلطان القاسمي للتاريخ.
نائب رئيس الدولة يشهد حفل تخريج الدورة 39 من مرشحي كلية زايد الثاني العسكرية.